الجزائري اللي هيكون ان شاء الله في الجزائر يوم الثلاثاء القادم الساعه 9 بتوقيت القاهره. معايا على التليفون الاستاذ ابراهيم عرباوي نائب رئيس نادي وفاق سطيف. استاذ ابراهيم برحب بحضرتك. اولا مرحبا باشقائنا المصريين، ومرحبا بك الاستاذ كريم عارف على هذه الاتصال، ومرحبا بالشعب المصري وبالفريق الاهلي مدينه سطيف ومدينه الجزائر ودوله الجزائر. طبعا في البداية احنا دايما بنستخدم جملة يعني تنافس وليست خصومة. احنا طبعا اهلي ووفاق سطيف اشقاء عرب، مباراة كرة قدم فقط لا غير. اكيد طبعا كل الفريق من الفريقين بيتمنى وصوله للمباراة النهائية، فكل التوفيق في البداية للنادي الاهلي وفريق وفاق سطيف. لكن عايز اعرف من حضرتك اخر الاستعدادات اللي ان شاء الله هيكون مستعد بيها نادي وفاق سطيف لاستقبال النادي الاهلي، وعايز اعرف سبب الحظر الاعلامي الكبير والرهيب جدا على نادي وفاق سطيف وعلى اخر لقاءاته في الدوري. أولاً أخي الكريم، أولاً نستضيف الأخ المدير، تكلمت الآن مع مدير الكورة يوسف، والآن عندي إخوة من الأهلي مثلاً اللي موجود معايا في الفندق، تمام عدلي ومحمد الطباخ. تمام هي ما هي إلا كرة قدم، مظبوط، هي إلا مباراة 90 دقيقة ما بين دول شقيقة، ما بين شعوب عربية. نتمنى الفوز لهذا ولهذا، وانما الفوز هو الفوز كرة القدم والروح الرياضية بين الأشقاء وبين الفريقين. تمام مظبوط. استعدادات عادية، استعدادات روتينية، ما فيهاش يعني حاجة كبيرة ولا لا. هي مقابلة راح تكون فيها بعد شحن ما بين اللاعبين، بس تكون في كرة القدم، ما تكونش يعني خارج كرة القدم. حتى الإعلام الجزائري أو الإعلام الرياضي بمدينة سطيف ولا ذاك راهم يقدموا في خدمه جليله للاخوه الاهليه، هم اخوه، هم اهل اشقاء، مصر دوله شقيقه، يعني ما بين الجزائر ومصر يعني عندها سنين وسنين من وقت الثوره الجزائريه، هم مع بعض في هذا الترحيب. فتكون مباراه ان شاء الله، وانا نقول للجمهور المصري والجمهور الاهلي مرحبا بكم، حيكونوا يجوا استضافه يعني في مستوى، حيكون استقبال حار ما بين يعني اللاعبين، الجمهور، اعلاميين. احنا انا بصفه خاصه اني قائم على الاهلي بصفتي. هل حضرتك شايف ان ممكن الحظر الاعلامي يمنع النادي الاهلي من انه يذاكر فريق وفاق سطيف او يعرف طرق اللعب؟ والكلام طبعا منطبق على نادي وفاق سطيف في متابعته للنادي الاهلي، الاثنين اكيد مذاكرين بعض كويس جدا والاثنين مستعدين لبعض كويس جدا. اكيد اكيد اكيد. هو شوف هذه حرب اعلاميه. تمام مظبوط. الرياضه ما ناخذوش بعين الاعتبار هذه الحرب الاعلاميه هذه. حيكون نقول لك الاعلام او الفريق في هذه الجولات الثانيه اللي كنا نلعبوا مع مدية ومع تبيب قسنطينه، كان يعني فوز على تبيب قسنطينه والتعادل في مدينه مدية. الفريق يعني راح يدير روتين، حتى المعسكر ما فيش معسكر، يدخل الفريق يوم 21 يدخل الفندق، ما فيش معسكر. اما الاعلام عادي يعني موش يعني الاعلام الجزائري مجهز للاعلام المصري، كل الظروف لاستقباله وكل الامور ان شاء الله تكون جاهزه ان شاء الله. اخيرا شفت حضرتك المباراه الاولى اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 ازاي؟ ايه الاسباب اللي ادت للفريق وفاق سطيف انه يتم استقبال هدفين في شباكه؟ وهل ايه السيناريو اللي حضرتك متوقعه في المباراه القادمه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله؟ يا استاذ شوف، الفريق الاهلي فريق عريق، فريق معروف، شكرك. فريق يلعب كوره، فريق شكرك. محترف بمعنى الكلمه، فريق يعني شكرك. عنده مؤهلات النجاح، مؤهلات يعني حتى الرئيس خطيب الله ما شاء الله يعني شكرك. عدل الامور كثير في الاهلي، والمباراه يعني هدفين مقابل صفر، يعني هذه كوره. تمام مظبوط. كسبوا هدفين اثنين في مصر،
يقدر يكون هنا الفوز او يكون التعادل او يكون الربح للاهلي او للوفاق. فهذه كوره يعني، كوره يعني مش محسوبه تدقيقيا يعني. يعني المباراه راح تتلعب شوط ثاني، هو تلعب الشوط الاول في مصر، والشوط الثاني راح تلعب في الجزائر. وان شاء الله احنا اللي نتمناه هي الكوره الرياضيه الحسنه، الكوره اللي بين الشعوب، اللي تقرب بين الشعوب، ما يبعد بين الشعوب. احنا نحوس على كوره اللي تقرب الشعوب، ما يبعد الشعوب، انها 90 دقيقه وخلاص. حتبقى الكوره هي كوره. اما الفوز يكون لمصر او للجزائر فهي دوله عربيه اللي راح تفوز ان شاء الله، ونتمنى لهم النجاح سواء للسيف او لتونس او سواء للاهلي المصري ان شاء الله. هم اللي يكونوا ان شاء الله في البوديوم، ويكونوا في الدور الاول ان شاء الله، وفي كاس العالم ابطال. استاذ ابراهيم عرباوي نائب رئيس نادي وفاق الصيف الجزائري، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. اشقائنا الجزائريين اكيد يعني سمعنا انهم دايما ترحاب موجود ما بين مصر وبين الجزائر وحتى الدول العربيه كلها مش بس الجزائر.